نروح معاكم لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك، ونبتدي من عند يوسف أوباما. يوسف أوباما اللي أعلن مجلس إدارة النادي خلاص عن وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، وإن انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي. وأكد مجلس الإدارة إنه تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية للفريق، وبيحق له المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية للاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتالي اللاعب جاهز إن هو يشارك في لقاء الشباب السعودي المقرر ليها النهارده في تاني مباريات الفريق في البطولة العربية. الزمالك طبعا كان سبق وقام بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارة الثنائي للبنك الأهلي وزاد في الفترة الماضية. نروح لخبر تاني، وحرص محمد عبد الشافي ظهير الأيسر لنادي الزمالك ان هو يكون متواجد في مران الفريق امبارح الحد، وده كان اقيم على ملعب عقاد استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية. وخاض عبد الشافي تدريبات بالجري حول الملعب على هامش المران بالرغم من عدم وجوده ضمن قائمة الفريق لخوض البطولة العربية بسبب الإصابة. وعبد الشافي اصر على السفر وان هو يتواجد في السعودية عشان يدعم زمايله من اجل الفوز بهذه البطولة، خاصة وان الفريق لم ينجح في الفوز بأي بطولة حتى الآن.